إن شاء الله. إذا نبداو معاك بالكيكة في الكوكوت، هذا كان طلب ديال أخت مريم من وجدة، وانتي كتفكيها عليها، الله يفكها عليك. آمين، الله يجازيك بخير. عندنا حبيبة ثلاثة البيضات، نعم، كاس ديال سنيدة، كاس ديال الزيت، نعم، كاس ديال الحليب، نعم، جوج خمارات، جوج الخمارات، نعم، ودقيق حسب الخليط، نعم، ايه، وعندنا شي ثلاثة معالق الكاكاو باش كنزينو الحلوان ديالنا ان شاء الله. نعم، وداك الكاس الحليب يكون دافي. ايه، انا نعطيك الطريقه كيفاش. واخا، كناخذوا في الطراب الكهربائي ديالنا، كنديروا ثلاثه البيضات، الكاس ديال سنيده، الكاس ديال الزيت، المهم كنديروا المقادير كامله الا كاس الحليب. كاس الحليب كيكون دافي تنخليوه حتى الاخير، هو الاخير كاع، حتى كنضيفوا الطحين عاد كنضيفوا كاس الحليب باش كتجينا العجينه شي شويه عاقده بحال الشكل ديال الفلو. واخا، كتجينا شي شويه العجينه عاقده شي شويه، وكنضيفوا كناخذوا واحد النص ديال العجينه كنقسموها في النص، النص كنضيفوا له الكاكاو والنص كنخليوه هكاك بيض. هكاك بيض، اها. كناخذوا الكوكوت ديالنا بعد ما دهناها بشويه ديال الزبده وشويه ديال الدقيق. هكاك بارده، وكيكون عندنا داك الخليط كيما قلت لك ملي تنديروا له الحليب دافي تيبقى عاقد بحال الشكل ديال الفلو. ايه. تنهزوا بالمعالق، بالمعلقه كبيره. كناخذوا معلقه كبيره من الابيض كنحطوها في الوسط ديال الكوكوت، كناخذوا معلقه من الكحل وتنتناوبوا هكا غير في الوسط، هو تيتمشي على خاطرو. العجينه كتمشي على خاطرها بشويه بشويه عليها. نعم. حتى كنساليو الخليط ديالنا، كنساليو العجينه ديالنا كامله، كنسدوا الكوكوت وكنحطوها فوق البوطه مهيله بزاف كاع. ايه. بوطه ناقصه حتى للطرف. وكنحطوها وكنحسبوا لها ساعه الا ربع. وبلا صفاره، ما تنديروهاش صفاره. نتن على نهار مهيله لمده ساعه الا ربع. وحنا غير مع الريحه ديالها كوختها تنشموا من ديك التقيبه ديال الصفاره، تنشموا الريحه بانها طابت. وكتجي ما شاء الله رائعه بزاف. غزال عندك هذه، وكتجي بالطبقات، كتجي طبقه. كتجي بالطبقات، وملي كتقطعيها كتجي واحد الطبقات ما نقولكش، واحد الطبقات رائعين. وبهذه المناسبه كنقدم تحيه للاخت ديالي عواطف ديالي الصغيره ديالي، هي اللي عطاتها ليا ما شاء الله عليها. وتبارك الله على عواطف وعلى هذه الحداقه ديالها، والله يخليها لك. غادي ناخذ من عندك كذلك طريقه ديال تحضير واحد العصير الليمون رائع ان شاء الله. عندي حبيبه كناخذ كيلو ديال الليمون مثلا، على حسب ناخذ حنا كيلو ديال الليمون مانداري. كنقيوه ونقطعوه قطعو طريفات. نعم. ونديروه مع يطول لا ربع ديال الماء. لتر الا ربع. لتر الا ربع ديال الماء ونص كيلو ديال سنيده. وكنديروه في البوطه تيطيب مده ساعه الا ربع. نعم. كيطيب مدة ساعة الا ربع، وكنطفيو فاش كيطيب تنطفيو تنخليو حتى كيبرد، وملي تيبرد تنطحنوه مزيان وتنصفيوه. إيه، إذا ملي كيبرد كتطحنيه وتصفيه. هو تيجي عاقد. هو تيجي عاقد، ويني أنا كنديرو في الكونجيلاتور، وملي كنجبدوه بحال دابا ملي تنجبدو كنديرو كنضيفو في الكويسات نص كاس ديال داك العصير ونص كاس ديال الماء، حيت كيكون مجهد، حيت كيطيب تيولي مجهد. إيه. وتيجي ما شاء الله رائع. تبارك الله عليك وعلى هاد الاقتراحات والشهوات ديالك يا أم عادل.